مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة ستكون استثناء من عموم حلقات البرنامج لكونها تأبينا للفنانة الراحلة ديمي متسداتي واللابة. أيها السادة، مساء الجمعة 3 يونيو 2011، ودعنا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفنانة الراحلة ديمي متسداتي واللابة بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة خلال مقامها في الأراضي المغربية. ودعناها ونحن نؤمن بأنها ستظل حية داخل كل واحد منا، فالخط يبقى زمانا بعد موت صاحبه، وصاحب الخط يبقى تحت التراب مدفون. كذلك حال اللحن والخلق والإنسانية والوطنية، شواهد أربع تركتها الفنانة الراحلة ليستنطقها التاريخ ويشهد لها الجميع. فلم تكن ديمي مجرد فنانة ذاع صيتها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، بل أكثر من ذلك، كانت تلك الإنسانة الخلوقة والشجرة الوافرة الظلال التي يستظل بها الكثيرون ويعيشون من ثمرها. أما بعدها الإنساني فظلت دائما تكرر: جانب لله لا أحب الحديث عنه، فلتصفحي لنا هذه المرة يا ديمي، فلا بد من الكلام عنه. من الإنفاق إلى المواساة كانت تتنقل، وللخيال ما شاء أن يسبح ويهيم في هذا المقام. أما الروح الوطنية للفنانة فقد عانقت الروح البشرية لها، فارتبط اسمها بالأغاني الوطنية من الاستقلال إلى الدستور إلى الاحتفالات والمناسبات الوطنية جمعا، فاستأثرت فيها الشهرة والحضور. ورغم شساعة الأراضي الموريتانية، فقد تجاوزت ديمي الحدود الجغرافية للبلاد بوصفها سفيرة فوق العادة للأغنية الموريتانية وكاملة السلطة في تمثيل البلاد أنها حلت. فكيف لي أن أسترسل تاريخ ديمي وإذا كانت محاولتي جادة؟ فقد يقودني ذلك إلى ألا أسكت، ولكن بالحوار مع ضيوفنا هذا المساء قد نوفق بجهد جماعي في المرور على أبرز محطات متسداتي. أيها السادة، مرحبا بكم وسهلا معنا. معنا الفنان أحمد واللابة أخو المرحومة، الأديب محمد الهدار، والسيدة خد فال صديقة المرحومة، السيد إبراهيم الكليب أديب وصديق المرحومة. مرحبا بكم وسهلا معنا. أعزائي المشاهدين، نبقى مع ورقة تعريفية أعدها الزميل محمد لمين والأحمد دية عن الفنانة الراحلة ديمي من تابة. عزت الأوطان مشات مع ديمي بالذات، وصل مشات الردات اللي ما هي نية، والجود مشى وبقات فجاجتها هي، وفقدنا المعبود متن الوطنية وزين الردة والجود في الرابع يونية. صبيحة هذا اليوم الرابع من حزيران، ووسط دموعي محبيها الكثر، رحلت جوهرة الفن الموريتاني وأم كلثوم. في هذا اليوم اهتزت بل تحطمت أركان الفن الأصيل، وخبى صوت دافئ حنون شنف الآذان وسلب العقول. كان خبر رحيلها كالصاعقة من شاطئ المحيط إلى بصالة، ومن انجاقو إلى عين بنتيلي، ارتعش الكل واندهش لما تمثله هذه التحفة الفنية في قلوب الشناقطة وحتى المغاربة. وكم كان صوتها العذب الشجي رفيق الإداري في مكتبه، وسائق الأجرة في سيارته، وغسال الملابس في محله، وراعي الماشية وماشيته، ورفيق بائع الماء على عربته. رحمها الله، لم تكن مطربة النخبة، وإنما كانت فنانة الجميع، قريبة من الجميع، وحدت الجميع، وتحلق حولها الجميع. صبيحة هذا اليوم أخرست الحناجر وأمسى الفن في متاهات، كما تنبأ بذلك قبل 6 سنوات أحد رموز الأدب والثقافة والإعلام: الفن بعد كتائهم برجاله ونسائه، لا تسألي عن حاله، أنت التي تعطين هذا الفن ما يعليه من أخلاقه وجماله، إن تتركه يعيش غبيا أحمقا متجردا من لبسه ونعاله.
وهق التجرد من لبسه ونعاله ممتطيا صهوة الأسى ولسان حاله. واعذريني إذا بدوت حزينا، إن وجه المحب وجه حزين. ولدت أيقونة الفن هذه بين واحات تقامت وجبالها الشامخة في 25 ديسمبر 1858. تنتمي لأسرة فنية عريقة، والدها طال الله بقاءه هو الفنان الكبير سيداتي ولاب، الذي غنى للدولة الموريتانية عشية إعلان الاستقلال، وظل أحد نجوم المشهد الفني طيلة العقود الماضية. ووالدتها الفنانة العظيمة منينة منتيدة تغمدها الله برحمته. وعلى الرغم من المكانة الفنية المرموقة التي حظي بها والد الفنانة، فإنها لم تتوكى عصا تلك المكانة، ولم تشأ استغلالها، بل استقلت بخصوصياتها الفنية النادرة مؤيدة في ذلك. وخير الناس ذو حسب قديم أقام لنفسه حسبا جديدا. عاشت ديمي طفولتها بالحلة قبل أن تغادر مسقط رأسها، وهي في ربيعها 9 متوجهة إلى العاصمة نواكشوط لترسم خريطة صوتية للوطن. شكل بيت والدها المدرسة الفنية الأولى في حياتها، حيث تلقت مبادئ الفن والدروس الأولى في الأردين على يد والدتها منينة. وفي سنة 76 900 قامت وزارة الثقافة الموريتانية بترشيح الفنانة مع عدد من الفنانين لمسابقة أحسن صوت استعدادا لمهرجان الموسيقى العربية بتونس. قد فازت بالمرتبة الأولى في هذه المسابقة وعمرها 17 سنة، وقد مثل المهرجان الانطلاقة الأولى لرحلة ديمي الفنية نحو عالم الشهرة. ومع بزوغ نجمها ارتبطت بالفنان الراحل سيمالي والهمدوال، الذي تصفه بصانع ألحانها وعزيفها الذي استلهمت منه الكثير، قبل أن تتزوج فيما بعد بابن خالتها الراحل مداح الرسول صلى الله عليه وسلم الفنان الكبير الخليفة الليد، حيث عاشت معه أحلى اللحظات في مسيرتها الفنية. وفي بداية 80s شكلت مع الفنان المتألق سد أم الليدة ثنائيا فنيا تملك ذائقة الطرب، حيث لا زالت أشرطة الغرام، الكرية، عيد المولود، الدعاية، المفاجأة، الرحاب، ترانيم على كل شباع. حنجرة ديمي الذهبية كان للأمداح النبوية منها قسم معلوم، حيث تعرف الكثيرون من خلالها على أشعار كعب والبصيري والبراعي، كما كان لوطنها وقضاياه نصيبا مشهودا هو الآخر، حيث عاشت سفيرة الفن الموريتاني في عديد المحافل العربية والدولية. قدمت لهذا الوطن أغان وطنية عديدة، حيث احتفت باستقلال وطنها وباركت بصوتها الدافئ الحنون. جنحت بريشة فنها في سماء تونس الخضراء لتكتب بحروف من ذهب خالدة. حنت إلى مسقط رأسها وبكت أطلالة. Oh.
لم تكن رحمها الله صوتا جميلا يبتلع الكلمة الشعرية عن لا وعي، بل كانت ناقدة واعية تصل إلى جوهر الكلمة وتبعث مكامنها. ولها رحمها الله بعض الأنشطة الخيرية، وقد نشطت في مبادرات نسوية لمساعدة الفقراء، ولعل خير دليل على ذلك أنها لم تدخل لنفسها قصرا ولا سبائك ذهب أو فضة مما من الله عليها به، وقد كانت قبلة الكرماء والأسخياء. وقد خلفت رحمها الله بنتين وولدا هم الفنان فيروز وغلانة والحريطان، وبرحيلها رحل النبل والكرم وحب الخير للوطن، وبرحيلها رحل عندليب عصره، وغدت النغمة الشجية إلى اللاعود، وتقطعت أمهار أبدين، وناحت المقامات الموسيقية لتعزف لي صمت. طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريب على بعدي. رحم الله ديمي برحمته التي وسعت كل شيء وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد لمين والأحمد دية في برنامج النغمة الذهبية. شكرا للزميل محمد لمين والأحمد دية. أحمد لابا المرحومة الفنانة الكبيرة ديمي من تابا غنية عن التعريف، نختارك تعطينا بطاقة تعريفية عن الفنانة الراحلة، تكوينها، علاقاتها داخل الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نختار في البداية أعزي الشعب الموريتاني الذي أثبت أنه المصاب بفقدان هذه العزيزة ديمي رحمة الله على روحها. ثانيا اختير ملي نزمن وننوه بالدور الكريم والسخي والطيب والوطني اللي قامت بفخامة رئيس الجمهورية تجاه الراحلة ديمي، واللي يتمثل في عناية كبيرة قدمت لها من طرف الحكومة والدولة عرفانا بالجميل للمشوار والروح الوطنية اللي كانت تتمتع بها، والدور الدور الذي لا يستهان به اللي قامت فيه من أجل الوطن. والشكر أيضا موصول للمملكة المغربية لصاحب الجلالة بالمملكة المغربية والشعب المغربي الشقيق، على أيضا مؤازرته منا وعلى اللي قدموا من عناية وتقدير للفقيد رحمه الله. والشكر موصول لأصدقاء الفقيدة بالجزائر، ببوركينا فاسو، بالنيجر، بمالي، بالسنغال، وحتى بليبيا أيضا. ولا أنسى هون اللي نختار ننوه بالدور اللي قامت بيها وسائل الإعلام العمومية والخاصة والطلاب أيضا لعبوا دورا هام، وشكرا لهم. الفنانة ديمي من مواليد 1958 في عرياض التقانت، ونشأت في وسط فني عريق، أسرة أهلاب وأسرة أهليد، والأسر عريقة والولاية عريقة،
كيف إلى ذكرنا بعد طلع العيات الله يرحمه يطعني بيهم وبلاد زاد رفود زوان مطروح ومرفود بلاقيد رفاد ومصطاد وفرحان والكسحة قاع عليه بعيد. هذا هو الجو اللي نشأت هي فيه. وسبحان الله أسبوع قبل ولادتها كان فيه هول اليوم الناس اللي مهتمة بالموسيقى هول قال له هول قيجط سجلوا والدها سيداتي اللابة أطال الله بقاه والدتنا منين من تيدة رحمة الله عليها وسجل في هذه الأسبوع قبل ولادتها. وذاك الهول كان ينقال أنه تحدي القرن لأنه كان هول أبدع فيه وأعطى سيداتي ومنينا أرحمها وحد نقول إحنا نعلق فيما بيننا نقدر عودش من السر جاي من هذه الظرفية الخاصة اللي نشأت فيها ديمي مرحومة. واكتشفوا مبكرا أنها كانت لها صوت متميز وصوت عجيب صوت جميل جدا جدا وكانت دائما تواكب والدها وأمها تغني معاهم في أهوال وتحاول تتعلق في والدها اللي ما كان يقدر شيء يتعلق فيه ولكن كانت تطمح لذلك. وطبعا تعلمت أيضا على أمها اللي هي زاد من مدرسة عريقة آلة آردي اللي إن شاء الله ندور نراوي الفرصة نرجع للإبداعات اللي عقبت توصلت لهم في هذه الآلة الموسيقية. خدي مساء الخير. مساء النور. خدي بوصفك صديقة مقربة من المرحومة ومواكبتيها في عصر من حياتها شن هي كانت بدايات المرحومة بداية مشوارها الفني؟ شاب طمحت أنها تتبارك مع الفن وتتبارك مع فن طمن من الفن اللي هو معاشرة الأصحابات والأخلاء وتواكبت مع الأخلاق اللي مولي صعيب تواكب معها في أسر مشي الفنان سرتو عود أنه مشهور ومقيوس هي إحنا علاقتنا معها اسمحوا لي ما هي علاقة فن قبال قبال علاقة صحبة وصداقة وشفاء التكدر من دون الفن كما عينا نمشوا واعدينها مكدرين ونضحكوا احنا علاقة حميمية علاقة حميمية ونشهد انها ما قد خانتنا فيها فقبلنا احنا نعود عينا نقدر نعود نقصروا فيها متعود يد قصر فيها حاضراننا في كل شيء حاضراننا الى مستنا مأس ما تتلفت عنا ولا تنسانا وتتم معانا لين تمرقنا لها بذلك الطريقة اللي تمرقنا هي لها تعرفها لها هي والله مولانا احنا ما نقدر نفسروها. وبدايتها مع الفن كما قلتي بدأت مع جيل بتيم تشويخ وجيل سدوم والليد وذيك الساعة الناس مضطرحة للفن وانا مربيني راجل قالوا همام ومشيت معاهم في ذاك المحيط ذاك وحاضر ياس طلوعها للنجم تقعد في جماع الكبارات والناس اللي مضطرحين لها واللي يقيفوا لها جماع مضبوطة اللي من أهل الفن ومن أهل القناة ومن أهل تشقاره ومن أهل معرفته وتوصيله لها توصلوا لهم توصيل مضبوط وينعتوا لهم واللي نوصلهم وربات في الجو وينين كبرت فيه ما فات عاد كل حد قديه فعلا بصداقة والدها مع ياسر من الناس المتعدلة وجماع والمتعدات يدخل لها جماع الكبار وحاطت هي جات في ذيك الموجة ومشات معاه وتمينا لا متعارفين وصحابات واخوت عقبة الصد طورت معاه مشات في الخارج ومثلت دولتها لا قط يكون عاد تمثل موريتان ولا قط عاد تمنه عزتي جيمي رحمة الله علينا وعليها توفات وفاة زينة ما بعثرت راسها جيمي توفات يرحمها ما قد رفدها كراعها واعدة بيروح لهي تقول انها الدورش وجيمي توفات ما قد ساءت لحد ولا جرحته
وجيمي توفات يا واجعة. شينا عندنا انها توفات يا غير توفات، توفات زينة وحياة حياة زينة، وتقولها لنا تضحك، تقولنا انا اصحاباتي لهن موت الا موت زينة، ولا نحيا الا حياة زينة. يعني تلاون لاموها على انها بلا غرض في الدنيا، والله انها يعطيها تحصل لك. تقولنا لا تخلعوا علي اصحاباتي، ما لا يخصني شيء، وندور نمشي الا ما خاصني شيء. وحقت بعد الله يرقى لبتنا في ذاك. راجلها عند الله ياسر من الرحمة والغفرة، آمين إن شاء الله يرحمها إن شاء الله. وراجل الله أن تركتها وتنزل فيهم البركة، وبالخصوص فيروز منتها وحميمتها وصديقتها منتنا كاملين بارة. أنا شهدوا لها بياسر من البروق، وديما أنا شهدوا لها إحنا علي، وتشهد لها عليه الناس، تشهد رحمة الله أبو عليهم ولي، ونشهدوا لها بالصدق، ونشهدوا لها بالوثاقة وكتم السر اللي مات له يا واجهه قد حد وركي روز قاع من يجير في حد. انا شهدوا لها بكبر مقام وكبر الاخلاق وكبر انها مات لعد لا حد شي خاصة الدهجه وتعدى انها ما شافته، واذا ترى حد يعقلها عليه تكذبوا له تقول له ذاك ما ذاك نفته ذاك لا هام وكذا وكذا. وانا شهدوا لها بعزة اخوتها عزتهم كبرهم عندها، ونشهدوها بعزة الناس كاملة. ما قد شفنا ديمي كارها حد، ولا هم اللي قد شفنا حد كاره، قد تقول خارج يشم زلت اللسان والناس كاملة زل غير كرها مو خار، وبان ورك عند وفاته. وراجلها عند الله الرحمة، وراجلها عند الله أن الناس كاملة تسمح لها، وراهي بعد هي سمحت للناس. خدي السؤال كان مطروح هو بداية المرحومة مع الفن، تناولتيه من زاويتك الخاصة بوصفك صديقتها وكنتي مرافقتيها برحلة مرضها. حق ما حق ذاك حق. أستاذ إبراهيم الكليب، اختارك تحدثنا عن بداية مشوار المرحومة الفني، ومن درايا كانها حصلت على مدرسة هلابة وضافت عليها مدارس صخرة. والله المرحومة ديمي متاب من أسرة عريقة بالفن الموريتاني، والدها سيدات شلاب أطال الله عمره. كان ذيك الساعة عقلت عليها أنا صبي صغير عندي تقريبا 4 سنوات إلى حد 5، كان هو واحد اللي كانت تتمرق لداعة من الصنطور، وقال هذه الليلة لداعة عاطي سيداتي اللاب تحصر الناس كاملة على جهاز الرجل صمت سيداتي اللاب. وأمها يرحمها مني نمتد من أسرة عريقة ولا غروة على انها تعود هي نفس مناسبة انها اهلها اللي مخلينها يعرفوا الفن الموريتاني الاصيل، اعطاها مولانا حسن الصوت. حسن الصوت ما هو شيء يعلم، شيء يعطيه مولانا. يا غير ديمي ان اعطاها مولانا حسن الصوت، اعطاها مولي حسن الحظ على انها تزوجت مع راجل يرحمه قال له سيمالي والهمود فال، راجل مشهور هو زاد مولي بقدرته الفنية، وبالخصوص ذا اللي ينقال له تلحين سيمالي ما كان كيفه ملحن في موريتانيا، وكان عنده ثقافة عجيبة. كان راجل مثقف ويعرف أحسن القصائد الشعرية ويعرف أحسن القصائد الشعبية. وجاته ديمي كيف انها فتحت لها تبسم لها الفن، كيف انها ما شاء الله وتبارك الله تقادوا فيها صراع زين الحس، وتعلمت من اللي من عنده هو ياسر ومن عند امه مننا متعذير فيش يرحمها يرحم الجميع. وجات قابضة الساحة، ولين قابضتها ما اطلع عليها احد المنصة، ان الحق لله الحق يعلو ولا يعلى عليه، والساكت بالحق كالمتكلم بالباطل. ديمي ما حد حية كانت باقية على الساحة الفنية، تقمدها الله بنعمه، ولا شك أنها ساعدتها القدرة طبعا كيف ما قالت خدي، أنها أخلاقها من اللي زادوا زين حسها، يعني عاد زين حسها عاتب أخلاقها. و نشهد لها غدا بين يدي الله وشهادة الزور نعرفش فيها، أني صديقها من زمان تقريبا من 35 سنة، ونعرف أني
من أصدقائها اللي ما باقي شيء يرحمها ما يساوي تولي، يقال ما حاجة لأني قد أعطيتها شيء طلبا منها هي أبدا، ولا حاجة لأنها قد دارت عندي شيء، ولا حاجة اللي مولي أني قد سمعت ديمي شاك طريقاج بأنه حاكم عن هالشيء، والله معيبتو بأنه حاكم عن هالشيء، والله قايل الشيء نسمع دائما الشعار يقولوه، نسمع قاع الناس اللي ما هي شعار تقولوا فلان ما عدل لي، والله فلان ما وسالي، والله فلان قصر في حقي. ديمي كانت الدنيا رواخي عندها يرحمها، وأنا في حياتها بالمناسبة قلت لها يا ديمي بينك ما أهرد والشعرة يا الفنانة ياسر ما يعرف فر بعد قدو ما هم ولانا، هون الشعرة متثاقلة منك بيك اللي عاقلة، ولانك في الدنيا شاقلة بيك اللي ما نقش عانا، وكبير تخيم ولا أقل منك حد عليانا، وحمارك قالب كل حد حسك مع طمولانا ومع طمولانا ما تقدر تقعد فيه الشي أنا. للحق الإلهي ما قد أبد العبادي قلت قصيد الفنان، مع أني الحمد لله الفن نبغيه ونقول لغنا وزين عندي، وقد نعود الله أخذت على طرحة الشباب كيف الناس كاملة، يا قير ديمي مرقت مني قولان لهالشي بيا متن زين، أولا حسها عندي وثانيا بيا مثل تعاطف معاها وبيا مثل معجبانية هذي، وطرست مني ذا وقلت بخالص القلبي، وقطع عنها رحمتها أثرت علي ياسر من التأثير، يا قير بدرجة إيماني مولانا نعرف أن لا مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ديمي قطعا أني نبقيها وقطعا أني انصبت برحيلها عن هذه الدنيا، يا قير نعرف مولي على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه، وإن ديمي لحقت منتهى اللي تقدر تلحق في الحياة الدنيا من الشيعة ومن الصيت ومن عزتها على المواطنين ومن تعدالها ينفسها ومن حنانها، ولا قد سمعتها رحمها عاقرة شعورة لقاش بكلمة وشاطرة كلمتين، ولا قد سمعتهم اللي متدخل لقاش في حياته الخاصة، هذا نشهد له بي قدم بني ذي الله. حملها الدار من المعروف عن فترة زمنية معينة سيطرت المرحومة ديمي من تابع على الذائقة الجماعية للمتلقي الموريتاني بشكل عام من خلال أغانيها مع الفنان سدوم وليد. تكلمنا عن هذا الموضوع. أنا ديمي فت تكلمت عنها يغال الكلام عنها ما هو لا هي وهو هي اللي ديمي عرفتها مثالة تيشيرت عرفتها 75 وحكم نشأتها الفنية واكبتها ونعرف فيها المسائل اللي هنقولكم، نعرف عن خارج هو اللي هو الخارج شي منه ينقرأ يقرأ كل حد، وخارج شي وهبي عطيه مولانا هي خالطين فيها كاملين، طاها مولانا خرزة نادرة، وطاها مولانا عنها تربات نشأت في بيتين عريقين في اللي قالوا الفن، نشأت في أهلاب وسيداتي واللاب ومنين من تيد، إذا خلاط أهلاب وهليد، والديها كلهم رمز في الفن، وسيداتي واللاب معروف عنه نجم، وعنها هي نشأت مبكرة اكتشفت الناس عنها عندها صوت ملائكي، وتموا أهلها مواكبينها في ذاك وعلموها ذاك اللي يرطو يكتسب اللي ما يقدر يجي وحده، ومن اللي حقت بالهول وعنها تبرز هي برزت وبرزت نجم، ولاقت حضرت في ملتقى ما جات هي الفوقانية فيه والناس كاملة تعرف عن ديمي، حد جاته والله حضر
والله حضرت الحافلة عنده عنه الحق المنتهى قد اللي قد ذي الحق عنها رقم واحد في موريتاني. وذاك أم اللي عقب تطور اللي عدت في المنطقة معروفة ومشهود لها به ومعروفة عادت في الدول العرب وفي إفريقيا وعالميا. إذن عن ديمي غنية عن التعريف، ما خارك حد له يسمي الهول والله يسمي الشي زين والله الصوت الزين. ما تفقد ديمي لولي شي فخلاق ديمي. وفي المناسبة خارقة طالعة قطقتها لها 77، قلت لها زين الحس والخبيطة قداد والأخلاق مولي ما هم عاديين إلى خلطوا في المجاد. يورى مجاد أصلا مساق فيه الحس خبيط ومعتاد، ويورى مجاد إلى مالاق حس خباط، ويورى زاد مجاد وخر مارق نطاق الحس والخبيط لا قادم بالأخلاق يقبلنا انطاق. غير الصديم يخالط عاد فيه زين الحس اتفاق والخبيط والأخلاق. الجواد طاه ذاك ولو تلفاق متكامل متناظر متقاد، وحسدوه به اللي ذا الشاق بطلاق الشعار وفمنين إلى حسد ديمي بطلاق الشعار لا بها زين الحس والخبيط والأخلاق. شكرا محمد الهدار. أحمد، نعم. من المعروف عن مسيرة ديمي الفنية كانت مسيرة حافلة بالانتصارات والنجومية بالفن، اختارك تكلمنا عن ديمي والنجومية. النجومية عادة الوصول لها له شروط، ولا بد له من عمل دؤوب من أجل الوصول للنجومية. هذا العالم يشتقل ومن أجل الوصول لهذه النجومية، ولكن ديمي لم تبذل جهدا لتصل لهذه المرتبة أي النجومية، بل أقنعت بصوتها جالسة بدون مجهود، لا ماركتينج ولا تسويق، ولكنها وصلت بصوتها الرائع وبإبداعها العفوي. هي في البداية بطبيعة الحال قبل زواجها بالراحل الله يرحمهم كاملين سيمالي لمدفال، جات تخرجت من ذو المدارس العريقة وجات فنانة واصلة، ويا غير مولي خلق تكامل فيما بينهم، الشيء اللي كان فعلا ساهم في إثراء المسيرة الفنية. وبدأت في مسابقة في سنة 1975، وذيك السنة هي اللي اكتشفت طبعا الجمهور الواسع الكبير الفنانة ديمي بالصوت، وساهمت شاركت في مهرجان أم كلثوم بتونس. وأحمد عبد القادر اللي كان من بين الحاضرين آنذاك قال إنهم كانت فيما يظن أن في المرتبة الثالثة من الرابعة، وأنا أظن أنها كانت الثالثة في ترتيب الخمس سنوات، وهذا بموسيقى مرتجلة ما فهم نوطة موسيقية ولا سولفيج ولا فهم ذوك المفاهيم اللي عندهم هم، ولكن أظن أن الصوت كان له دور كبير في توصيلها للمرحلة بعد ذلك واصلت ذاك المسار مع الفنان سدو مليد وأخوها سدو ملسداتي إلى في مرحلة معينة، وعقدنا عليهم في الثمانينات قبل ذلك في نهايتهم، وفي الثمانينات هو اللي بدأت الانطلاقة الفعلية لهذا الإبداع وهذا النمط الموسيقي الجديد. لأن في ذي الفترة في الثمانينات أظن الفنانات في مرحلة معينة هاجروا أردين شور تيدي شور الجيتار، بعض معادوا يعزفوا الجيتار لأن
تخلاو عن ار دين شيء ما قطار هذه سهله لان ما فهم ذوك القواعد اللي الملزمه اللي تفرض عليهم من اجل عزف هذه الالات. ولكن القطار سهله بسيطه، وفي ذيك الفتره بالذات هي اللي تمسكت بالاله الموسيقيه، ويعني كانت ثوره في الاله الموسيقيه اردين. وذيك الصوره اللي دارت اللي اردين هو اللي قاتل النجوميه في النهايه، لا شك انه في مرحله معينه في الثمانينات ان هذا النمط الجديد في الغناء، وهذا اللي نقدروا نقولوا انها مرحله مرحله قطيعه مع 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 الماضي مع التراث، مع ما هو زاد التراث ولكن مع ذيك الفتره اللي قبل الثمانينات، ذاك الابداع الجديد في الغناء اظن انه استنطاق كان لهذا الابداع في الاله الموسيقيه اللي هي اللي كانت تلهم، وهي هي اللي كانت تقريبا تعطي الطريق تنير لهذا الابداع الغنائي الصوتي الجديد. ولكن الفضل يرجع فيما اظن للاله الموسيقيه اردين، كانت ثنائي رائع. طبعا حد اسمه ديمي اسمي سدوم اللي يد اطول هو عمر رحمه الله عليها، ومن ذيك من الثمانينات بدا ذاك العطاء، بدا ذاك الابداع، وتم ذاك الابداع متواصل. المحافل الدوليه كانت فتره من الفترات كنت معاها كمدير اعمال، وجلنا بافريقيا وباوروبا، اوروبا تقريبا كل اوروبا حتى اوروبا الشماليه، ما اذكر الدنمارك وفنلندا والسويد، وكانت رايه موريتان ترفرف، كانت ساهمت وشاركت في العديد من المهرجانات وفي مسابقات كانت للاغنيه. وابدا ديمي ما قد جبرت الا ميداليه ذهبي، 5 ميداليات ذهبيه. منطر احمد في هذه المحافل العالميه المرحومه كانت تغني باللون الموريتاني. اللون الموريتاني المحط، المحط لطبيعه الحال كانت حريصه عليه، لان في مرحله ملي فتره من عمرها كانت مع الوالده الله يرحمهم في المغرب، كان عندها ملحن مغربي يدعى احمد بن موسى، وكان ملحن معروف ذم ملحن كبير، كان يلحن لها الاغنيه، اغنيه شرقيه كانت حريصة على تراثها، تقبل أردين في المقدمة، والموال كان موال فيه النغمة الموريتانية التقليدية محضة، وحدها تبدأ الجزء الشرقي من الأغنية، على أنها كانت غيورة على تراثها، غيورة على كامل اللي يمكنها من تمثل وتوصل هذا التراث وهذا اللون اللي عندها في بلدها للآخرين. في النهاية توصل للنجومية. إذا بطبيعة الحال كانت في المرحلة الأولى بداية الأولى لها في هذو النشاطات اللي قامت بهم في أوروبا، اكتشفوا أظن واحدة حفلة بفرنسا، كان واحد نصراني قاعد يصنت وبكى دموعه من أغنيته. في الولايات الأمريكية المتحدة كانت تغني، جاتنا مانس فرنسية قالت إنها هي زاد في غربة، وإن شافت في جريدة أمريكية نيويورك تايمز قال لها شافت فيها إن فيه حفل فنانة تقليدية من إفريقيا موريتانيا، وجات قالت إنها ما هي مقتنعة، ولكن صراحة جاتها وجات تحبها وجابت معاها ورود، وجاء المهندس اللي على الصوت قابلته الرعد، يقول لها بالعباره بالانجليزيه It's wonderful you must come back، هذا رائع يلا ترجعين، لان انها اعجبتهم واقنعتهم. واذا النجوميه اظن انها اللي وصلتها بهذه الطريقه بدون ذاك المجهود كيف قلنا اللي يديروا حوله، طلبنا منها انت يا نجم يخصك ذا من البساطه توسطي فيه شوي، هذا احنا كنا شايفين عليه، وسط شوي ذا من البساطه يلا حد يدير حوله حاجز برستيج حد
إذا اتصل حد ما يقبله هو مباشرة، وإذا دخل حد ما يجبره. خلينا كان نعدلوا حول كل الرواية لعل ينقص من المعنى من صورتك كنجم. أبدا أنا يجنني ذا، هذا جنني ذا، ما عرفت ندور ولا يغيرني قلبتنا. أنا كان لها الحق. رحمه الله. رحمه الله. إبراهيم، نختارك تحدثنا عن الفترة أو الحقبة التاريخية اللي شكلت فيها ديمي، المرحومة ديمي، مع المرحوم الخليفة وليدة ذنائي. والله أنا الخليفة وليدة كيف ديمي ملي كان صديق حميم لي رحمه، وديمي تعرف قرابته به، وكان من المعجبين بديمي سابق يتزوج به يرحم الجميع. طبعا الخليفه فنان عظيم يرحمه، وقطع انه عدل قدم الاشرطه في البلد، ولا شك انه جاب مولي هو زاد شوط مع ديمي في الحياه الفنيه مهم. يقال بالنسبه لي انا شخصيا احتسب على ان اللي من الحياه النجميه لديمي خالطه مع سد وليده اكثر من الخليفه وليده. خدي، نختارك تحدثينا عن شخصية المرحومة الاجتماعية. المرحومة مربي تمرة تربي، وكل شيء له تربية، مربية تربية خاصة مع مرين قالها منين متيد يرحمها يرحم شنو، ورباتها على تربية انها تعود من أسرة عريقة ومهتها حافظة، هو اللي خرج بلاز من هذا كامل اللي لحق هذه القمة اللي لحقت صارك. حياتها الاجتماعية حياة زينة، حياة امرأة طيبة مع الناس كاملة، وعدت أسرات تأسرت مرات لها مع الناس الطيبة اللي كريمة واللي تقد تعود كفن لها، ولا قط عادت في حياة اجتماعية نعرفها ما عاد مشات عن أهلها، ما عادوا إلى حد الحين يبكوا عليها، وتعدل معاهم صداقة ورا ذاك ما أنه لا اللي بشي تلفت ما تريد تلفت وراه. فقط جات الأسرة وعدت معاها أسرة اجتماعية، والله خلطها عليها شيء اجتماعي مع زادتها على أسرتها. أنا عنها رحلت عندها ياسم الله الخالط عليه، لا شقمت فيه لضر، وملتزمة بيته وفي مكانها حسينة فيه ونظيفة، و كما قلنا قبيل انها الامر رائعه وتوف. احنا يا واشعه اهل موريتانيا ما يظهر فينا حد مهونين يموت، وهي يا واشعه ظهرت حتى الا بعد موت، اعطت لها قيمتها الا بعد موت يا واشعه، ولا هي بعد معدتها الراس بين اللي نحن دائما كيف كما قال احمد قبيل نصحوها انها يا تعود عند حد شايدونها مع ياسم الخر بها اللي نجم في البلادات الاخرات، حد جبر نجمه معناها انه نشق عليه القدر. قد يعود السر قاع في تألقها اللي ما هو مسبوق، وذا كامل اللي خلفت وراها الا في ذيك البساطه الكامله. ذاك هو اللي عقب عاد فيها كيف قال احمد عندها ذي الحق. يا غير مولي ما خسر شيء. عدت ذاك اللي عليها، وعدت الناس الموريتاني جزاهم الله خير، والناس كامله والعالم الخارجي والداخلي ذاك اللي عليهم. خاطي بوصفك من اقرب المقربين للمرحومه ديمي، اختيرك تحدثينا عن ديمي والصداقه. ديمي صديقة الناس كامل. ديمي فيها رواية أنا ما يجبرها حد ما شكنها هي هو صديقها الوحيد بها اللي كلها شاك إنه ديمي الله هو صديقته الواحد، وهي صديقة الجميع. وذا بعد ما أنا قايل إنه النفاق وذاك إنه إلا أعلنها ديمي من متى أنت ما نكتها عاد كل حد يمشي يرقد متمونك إنها هو صديقته الواحد متمونك بها. ديمي نجوها كل وقت بيت نجوها راقدة ونقصوها في بيت رقادها نافات توعات توعانا يا وني ومرحبا، ما هي مكشرة انها ونقصت وراي تبات سهرانة وتقعد وتترد معانا وتلهينا وتضحك. ديمي نجوها ما فات قاع رقدت مع الصباح، انا عيت نعدل الرياضة ونقيسها مع الصباح نجيها ما هات رقدت ومن الصباح معها، ايامي زمني الى الاخير عدت من الصباح الا حكم انا معها هي مع الصباح، وهي الحمد لله ودني بها مولانا، هي اللي انا ما نسهر حتى وهي تسهر،
أنا عني نجيها ما هتردد وإن نجيها لا تعود جيمي اللي ما كيف إنها قاعوعات وتترد علي وإنت أنا وهي نتعطى بالأخبار ومرة تضايق ومرة نتعاك ومرة نشوق ومرة تهيني ونمشي ذاك النهار عندي ياسم اللي أنا أغشي العمل اللي هنمشي واحدة فيه اللي جهد وما نعرف شنو هو باش نبدأ به وراني ماني واحد إذا كله يجي وحده عنده فماتي دور له يتعدوا لي له يمشي من عندها متمونة ديمي صداقتها صداقة بها اللي ما هي اللي تخونك فيها وبها اللي موك وبها اللي جيها مكدرة تمشي من الطرب وإذا احنا كنا نعلوه قبيل أنا ومحمد هالدار ذا لأننا بجوها قاع ما عندور لقنا لقنا ثنايا عندنا بالنسبة للشخصية دي جوا ندورو للتاو جوا ندورو نطرحو عليها مشاكلنا وعاقله وتفاصلنا يجينا ذاك اللي احنا نختارو يفاصلنا فيه اللي يجي ونجوه نبكو نمشو نضحكو وجينا هي مستائين وتمشي من عندنا ضاحكين ومبسوطين ولين قالنا عندي ميجات ما نكدر نتموقع عندي ميجات بدل عن شي جاي كرقاج وخارت قالك ولين شي تقولي يلا لي حتى زادها خلاقك مع أنا زادك نختار كنت نتكي والله نرجع بدي نجي نديمي طير كذا مشي ذاك كامل وديمي تكتم السر وديمي معلومة من أصحابات ديمي ما فينا حد من أصحاباتها اللي تطرى فيه مناسب ما جاد ديمي رافدتها كبيرة وصغيرة تجيب المادة وتجيب الفضة وتجيب الذهب وتجيب ذاك اللي يجيبه خير من ذاك اللي يجيبه أصحاباتنا وتجيب ممولينها اللي تأدي دورها الفني وننت لحد منا لا يعدل ذاك اللي يعدل للشعب يعدل للشعب لا يتعود ديقة بيننا احنا وهي وعدنا نحترمها منه ما قدون واجهوها به إذا لأصحاباتها كاملت وأنا بعد نشهد به ويشهدوا به وحدات ياسرت أغلهم و يعني نتقاولوا كاملين إن لهنا نحدد الندوية ونعيطوا لها وجينا ونجينا وش نقول لا تلحقوني بذاك الله نتعاملوا معها لا الفرقة اللي جات تخبط وتقالني وهي ما يقد حد منا يتصارع لي يعطيه الشيء ما يقد يلحقها من مثل الجرى وعينا اللي نشهدوا لها انها جت قني لارواقيش الضعاف خارقه اخر وقت عندنا يوم 31 ديسمبر قعد رحنا تصحباتها وقلنا لها نعدلوا ندو ليله سهره معاها وطاتنا راسها سابق ذاك شهر والله اثنين شهر قاج باص وقال لهم بقيت اسال وعنه شارطه عليه البنت اللي بقيت اسال معها يعدل معاها الاسره انها تجيب له جيمي من التاب وقال لها أنا ما عندي لك شيء يا ديمي ولا عندي قاعشي شيء حالي بمعروف قالت له لا يهمك تقلت أنها يوم واحدة لين أبرد يوم 28 اتصلت عليه وقالت أنت ذاك إياك اللي ما زال في وقته قالها والله إحنا قاعشي كنا نكسيتي أنا قالت ما نسيتك وشات معنا حلاتي وبترى معدلين سهرتنا يرحمها ويقمدها بنعيم الجنة معها وقالت إن لا بعد بدا جاتها شاعرتها تردح معناتك بتزرق وشو زرقنا لهش وتمت خارجنا تمشي عنا ما بات وفله وتنحنا تنقول ها ردين شي من ذا طيناك احنا خارجتنا مزاح بين الأخوات مشات ودارت وصكة ولا هي من عادت قالت إن أنا ما شون صرقت علينا وقيمت ماشي مع فرقتها وني جاول الناس وهم ما هم متفرشين شو حالهم صعيب شو ثلاثة الفرقة لهي تتحرك تقول لها انت مشيتي بينا ورقصتي بينا شو ثلاثة الدور اللي رفض عليه تمتلاهم وعدلت لهم ذاك اللي دور وزادتهم عليه وطاعت الفرقة ذاك اللي يلطن عطالها وقيمت ماشي وجات الدارها ورقدتنا عاد مع الصباح كما العادة جيتها تنعدل مارش باطل نعدل رياضتي وخلط عليه تأتمنا ان كنت الباحثة ترد علي القضي ابتم ماشي معاها إن أنا توقف الواحد يمذ اللي يبيع وسلق لق هذا اللي هنا الشهد أنا به الصاحب تشومونك عندي نشهد عليه به إذا ما هو في نطاق الصحبة سمحوا لي يا غير اللي أنا نختار زين عندي توقف الرقاج ماشي في الشمس ولا في ياسر من التسابيح وياسر من القصاصات والسراريح وتجمله من عنده وتعطيه لهم ما راح أقول هنتي نقول هذا لا تفتحي به بطة ما
قول لي انا عندي هكذا زنقي سوي الناس يخصوها القصاصيص يخصوها التسابيح. اذا صدقت سري منهم معروفه بيها. تعطي الليد تعطي بذي ليد ما حاست بها ليد، وتعطي حذانه ما حسينا انها اعطت. وتوع على الباي تتحصل توع اللي كانها تعطي. وصدقت وفعلت خير ويجيبوا لها مولانا ما يفاصلين. شكرا خدي. ابراهيم ديمي كصديقه. ديمي كصديقه والله لاتيت نقول خصلات ديمي كصديقه سيقصر المقام مع ذلك. نعرف ان ديمي اللي قدر قاج يلوذ له من ايجابيه في صاحب جابر وديمي. الايجابيه الاولى ان ديمي ما يلي تقول لقاش كلمه خاسر تعقر به شعوره تعقر به شعوره. وديمي ما يلي يدور الشيء عند لقاش تحرج به. وانا اللي صديق لها ورجل اعمال وفي قطاع قال التنفيذ عدة مرات ما قد نعرف كانها 10 ولا 20 في حياتي. كل ما جاوني ضيوف من الخارج سياني كانوا امريكيين والله فرنسيين والله سنغاليين في الاخير كانوا سنغاليين نتكلم على الاخير وايطاليين نعود نبين معاهم عقد تمثيل وتعود اول مره يزورهم موريتانيا يقولوا لي احنا سامعين بالنجم ديمي من دري كان نقدر نجبروها نقول لهم لا لا لبنوج رسول ديمي صديقه لي انا حميمه والدور تراوها ولا حاجه اللي قد جيت لديمي في حياتي كامله ندور منها موسيقى مع عدرتها لي يسوى في الليل ويسوى في النهار ويسوى في الصيف ويسوى في الشتاء ويسوى كان في المدينه ويسوى كان خارج عن المدينه. يعني المرات تسافر معايا شهر دشر اخرى لاجل تعدل لي فيها موسيقى. ومن اعجب الاشياء ان الفنانه ديمي يرحمها هي الفنانه الوحيده اللي قد شفت منذ ان خلقني الله تعطي فنها مقابل الصداقه. يعني بدون جزاء مادي. وهذا عندي عليه الادله المقنعه، عندي اشرطه مسجلتهم ديمي تقول فيهم انا هذا الشريط معدلته على شرف فلان. وفلان معروف هون عند موريتانيا على انه عود فقير لا يملك شيئا. وديمي في الصداقه ما تتدخل الرجاج في حياته الخاصه ابدا. ما تتدخل الرجاج في حياته الخاصه وكانوا اخلاقها عجيبين بشكل لا يتصوره العقل. والاخلاق الناس ما هي طارحه لهم مكانه ولا هي معدله انهم مهمين، الاخلاق عدلهم مولانا سبب في دخول الجنه. وقال في كتابه العزيز وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من 20 حديث حث فيها على حسن الخلق. وقال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. ديمي يشهد له القريب والبعيد والوطني والخارجي أن أخلاقه ما هم عند رجاج أسوأ من هو. وأنا بالنسبة لي حسن الخلق هو السبب الأساسي في نجاح العلاقة الصداقية. ولا شك أن ديمي صديقة، صديق توجه وصديق تكفى. صديق توجه وصديق تكفى. كانوا أصدقائها ما تسمح لحد أنه يقول فيهم شي خاسر، ما حد هي موجودة. ولا دعت الضرورة أنها تؤخذ عن ذاك المجلس اللي مشدودة فيه أخبار الرجاج من أصدقائها. ما تقدر تسيطر على أن الألسنة تنكف عنه. تمرق على المجلس بهمتن احترامها المبدا الصداقه. الله يرحمها ديمي تقمدها الله. اقيمت مساء الاربعاء بدار الشباب القديمه
أمسية تأبينية للفنانة الراحلة ديمي متسداتي ولاب. حضرها عدد من الفنانين والأدباء والمهتمين بالحقل الثقافي. الزميل لمجد كان حاضرا وأعد التقرير التالي. هكذا بدت دار الشباب القديمة خلال الحفل التأبيني الذي نظمه المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية تعزية وذكرى لمطربة الجماهير المرحومة ديمي متسداتي ولاب. حفل التأبين ضم نخبة من وجوه المجتمع شملت مثقفين وإعلاميين وأدباء ومنتخبين وقادة مجتمع مدني إضافة إلى أسرة الفقيدة. مهما وعد المبادرة التأبين إنها لا تكفي لحق كوكب الصحراء ديني المرحومة ديمي متسداتي. ثانيا نختار نذكر اهتمام الدولة بالرموز الوطنية مهما كانت واهتمام بهم السلطات العليا للبلد فخامة الرئيس محمد عبد العزيز، وهذا فعلا تجسد في يوم تقريبا مرض المرحوم ديمي باتصال الدائم بذكر احمد بالسلطات الوطنيه واعطاء جميع التعليمات من اجل توفير كل اللازم والدواء اللازم لشفاء المرحوم ديمي. تستحق هذا الذكر وتستحق على ان تبقى باقيه لنحن والاجيال اللي بعدنا والاجيال اللي بعد ذاك. وعلى هذا الاساس اخترنا هذا اليوم بدنا نعدله يوم مستعجل لكنه جفاقته ولا يبقى ان شاء الله ذاكره. بدايه نختار الشكر للمشرفين على هذه المبادره القيمه اللي هي اول واحده من نوعها وعد العاد بيان تعزيه وشاكر وسائل الاعلام على مرافقتهم على ان ما هملوا يرافقوا شعور الإنسان البسيط في هاي المحنة فيه. حفل التأبين كان مناسبة للتذكير بفضائل الفقيدة من خلال شهادات ومراث شعرية عبرت عن وفاء رفاق الأدب والفن لفقيدتهم وعن المكانة التي تحتل في قلوبه. موحش بعد صوتك الجبار سمع الليل في خطى الأسحار المزامير غصة غصة وحدال ومحبوك في سواد الخمار مرهف عمرك الموشى بفن وطويل حنينها للديار وطويل حنينها للديار أيكم لم يبت رهين غناها حالم الفن حالم الجفن شارد الأفكار يتعاطى من لحنها الفذ كأسا من مواويل الفن والأشعار. ماذا أقول في تأبين راحلة حاضرة في تفاصيل حياتنا اليومية وتاريخنا المعاصر؟ ماذا أقول في عنقود لما في حديقة كرم أفنانها سداتي ولاب ومنين مدريد؟ ماذا أدبج في بلبل اصطفى له الله من أترابه سيمان والخليفة وسكون؟ حقا لقد خطف الموت منا أختا عزيزة والموت حق على كل نفس وإنا لله وإنا إليه راجعون. موريتان كاملة والعالم ما في حد يعرف دين ما عرفنا أخلاقه ما عم تحدثوا منه. ماني قادر نطول خارج شيء مهم ينقال له برور الوالدين به اللي جابه مولانا عاقب بروره هو حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. ديمي كانت بارة يشد عليها والدها قاعد ونشد عليها كاملة ومولانا قال في الحديث القدسي من برني وعاق والديه سميته عاقا
ومن عقني وبر والدي سميته بارا وتعرفوا اللي قال في البرو. اليوم ديني مشات لا مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراني معاجي راسي ولا كيف سدوا من اللي مات شاكل اللي نقدر نوقفهم اللي نقول الكلمات شجعت عليها حسبنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقبل الله في فسيح جناته وهم لا نقول قاف عفوا قلال لعلي ولا علي معبرين لي تكلم عنا كامل اللي هو علي ولا علي صدمة الأوطان الفاجعة وامتن لك الصين ليل اللي بانت واجعة فينا فجاج الدين ونطف بينا احنا بالسلوان والصبر وراها من سانة كان نسينا لك من اعيان الاحسان بيهم تلقانا يلا لليتيم ونطف بينا احنا بالسلوان والصبر وراها من سانة كان نسينا لك من اعيان الاحسان بيهم تلقانا يلا لليتيم الدخان بزول وبكبر خيانه يلا للفاصل والعريان والرميله والعريانه ويلا لك يا انا ما لبان من الفجافيش في مدهانه يلا للردات ولوزات وتناتير الوزانه بذلت صادات في كبر الشان شاع الدين شيعه الاعيان بالصدقه من قوه الايمان عن وسخ الدنيا كامل فوق وبالصيت اللي ما تقرى ما يعرف فما عرفت اخوه وبالصوت اللي ما قط زيان زين وصوت وعل وياقوت عاشت مشورة موريتان بالصدقة والصيد وبالصوت وماتت ما هو بعد في الأذهان غير الله عنها فرض الموت أصل الرحمة وأصل الغفران هي قاع الجنة منعوت فيها بالبرور بلدها وحسن الخلق لعنها مذبوت يسلم والدها ولدها ولمنات والأخوات والأخوات بثلاث صادات في كل شاني أحرز الدين سمعة الأعيان صدقات سرا بمال رأته ليس يغني بقوة الإيمان وبصيت قد لاع حتى تغنى كل شبر به من الأوطان وبصوت عذب رخيم فريد لم يدانيه ما علمت مداني صدقات بها وبالصيت والصوت عاشت فريدة في الزمان ثم ماتت وليس ذكرا ولكن إنه الموت كل ما دب فان وهي بالبر والتواضع حتما بين الأبرار في نعيم الجنان يسلم الوالد العزيز والابن البر للأخوات والإخوان. رئيس المركز السيد محمد والسيد أحمد فان بيّن أن هذه الأمسية التأبينية تتنزل في إطار الاعتراف للفقيدة ديم منتاب بعطائها المتميز الذي هو بحق منحة إلهية لكن استحضار الإيمان والصبر مطلوب في مثل هذه المواقف. إن اجتماعنا لتذكر الراحل عنا بالأمس الباقية في قلوبنا وإلى الأبد يشكل فرصة لنا في استحضار بعض خصال الراحلة واستقراء دور الفن عموما في تكريس الهوية الوطنية وبناء المشترك وتعزيز التواصل بين الموريتانية في الداخل والشتات. لقد واكبت الراحلة الوطن من نشأته وغنت بأمجاده ولاستقلاله. لا نقول إلا ما قال خير البرية إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونين ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور المكثف من جماهير وأشواط لهذا الحفل التأبيني عبر عن تعلقها بفنانتها العظيمة الراحلة رحم الله ديم من السيدات واللاب وأدخلها فسيح جناته. شكرا للزميل لمجد محمد لمين السالم ونواصل من حيث انتهينا. محمد ديمي والإنفاق اختير بعد سابق نتكلم عن ديمي والإنفاق
بير سولت عن مشوارها جو الخليفة، بلكم نقول لكم أنا طريفة بعد قاع هي أنفسها. عفهم ياسر من الطرافة وهم ياسر من قلة القسيلة وتزاد شضاحة. قط معدل هول هي والخليفة رحمة الله عليهما. سابق عودوا في بلد بشي ما هو ياسر وتقاولنا وقالوا شيباني موت شورا يقولوا هيك ساعة. وقالت لجماعة الأدباء عن ذاك الشور عنه بده عنه عقر ماتل خالق. وتقاولنا كاملين عن ماتل ما خالق من الكلام في ذاك الراوي ما هو بيروت. وقال لي حد منهم عن يكاني قد نقول لهم قاف هي والخليفة في بيروت وعود معنا ماشي معاه. قلت له هذا اللي قلتي ما يسوى به الزين في شيبان يموت. ومبغداد لك هو بغداد ودمشق وبيروت. من عاد ورا ذاك تمثل قال لي عنه عاد معاه انا في القوارب رحمة الله عليه وراه لك صديقي وغالي علي وزين عندي حسه. جيت هون قلت له اللي عدلت شنو؟ قالت يوم مره قلت عنه بغداد قد التبغديد اللي قبل باطن طرافته هي. وإحسانها ما يوفى به اللي علاقاتها طيبة مع الناس كاملة. وكافي من إحسانها الصوت الذهبي اللي تسمع للناس كافي وحده. جاي الصمعة حسن الخلق والسخاء والكرم. وهون بعد نوقف شوي إلين نثني على ثلاثي من النساء الموريتانيات. الله ما قاعد الرجال ما خارجش ما قدوا عدلوه. والدولة عدلت ياسر مش متعدل. والمملكة المغربية عدلوا ياسر مش متعدل. غير خارج ثلاثي من النساء ما نقاد يكون شكره شكر خاص. خدي فاري قاعد أحزانهم. والكبيدة من تبدأ. وغلانا مثل الغرابي هذو عليات وقفوا معاها وقفة نعرف عنها زينة وواعرة وارع لمرة تعدلها مشاو واعدينها كيف انها قلت صحتها وتموا معاها إلين وافاها الأجل المحتوم. هذا نعرف عنها حكمة زينة وواعرة ولا قد يكون نشكرهم عليها. أم ديمي حد قالت هي شد أخبارها يعجز اللسان عن التعدد ذاك اللي فيه من المحاسن. يتبارك الله كثرته. أحمد اختاروك تكلمنا عن ديمي بين الأسرة والمجتمع. ديمي كانت رائعة متواضعة بسيطة بشوشة حنونة اجتماعية خدومة. كانت قريبة من الناس وخاصة الفقراء والهامشيين منهم. ديمي كانت مولي بارة حتى أبسط الأمور أنها كانت الحصيلة للمشوار الفني كامل. كانت في حياة والدتنا الله يرحمها كامل لها. وكنا لين نجبروا ديمي صكها فيها 10,000 ولا 20,000 نجمعوا كاملين ونعدلوا وضحك لحقونا ديمي راهي دقت قت بنك بها اللي ما ترفض الفضل ولا تعرف ترى منها ذاك العاطي لهم فقط. في الأسرة كانت لا يسقرنا احنا متحكمين فيها كاملين ولا كلنا يسوقها الشهر اللي يبقى يسوقها له والشيخين فيها. وانا اللي صغر منها كنت نخسر في يدها اللي نبقى نخسر. اكبر قرار قابلت لين يظهر لي انا في شيء نقول لنا فرض علي تراجع عنه ولاني حازمه بي بعد كل اني داين نقول لاني مات لي جايها عارفين بعد تراجع عنه بها عزة الخوت وبها القرب منهم وبها ديمي ما اللي كانت زاهدة في الدنيا زايدة تماما. الناس اليوم ما يقدوش يكون هذه نجمة وهذه الفنانة الكبيرة اللي قدمت ثمن العطاء وجبرت ثمن الخيرات انها اليوم ما تملك دار. عندها شانتي انه خمس عمان ما هو وافي تجبر ذا يا غير ذا تديره في شي ثاني ما هو ذا. فهم ظهرها انها قاع من الديار ذا من البناء قد يعود الا ما يلا حد يفتر فيه اللي تختارها تحضر الحمد لله الدار الآخرة. أعزائي المشاهدين نبقاو مع آراء بعض من التقيناهم حول الفنانة الراحلة ديمي نتابع.
مرة رفيعة وبارة بوهم التعبين اللي خلقت. وعني حامد المولانا رأيت منها يقرأ من 45 سنة من الياقوت الأحمر بيها هي التعليم وبيها البرور وبيها شي زين هاي سمعته. وملي من ينسبها مولانا أعطاتني قيمة ملي زينة ملي لا لا كيف القيمة الماضية وراجل مع أنهم يطلبونها مولانا يطلبوها مولانا ويسمحوا لها لعلي عود فم حق. وأنا مشاهدكم أني سامح لها. الفنانة ديمي بفقدانها المبكر عاشت البلاد تجربة مرة لا نعظمها على الله ولكن نترحم على صاحبتها. وقع الأمر أنه في 74 كان وقتها وكان أستاذنا محمد أحمد الوداد هو مدير العام للإذاعة الوطنية وكنا وقتها نحضر نشيد من أداء طبعا القامة الفنية البارزة سيداتي والأب. والغريب في الأمر أنه واللافت بالنسبة لي ظل دائما يلاحقني هو صدق الحدس الفني لمدير الإذاعة وقتها أستاذ محمد أحمد الودادي. كنت مسؤولا عن تسجيل ذلك النشيد. قال لي محمد أحمد الودادي قال لي خارج طفيلة فهم عندهم قال لي صغيرين قال لي هلولة حاول أنها تشارك في النشيد. والغريب في الأمر أنه رغم صغر سنها رغم أنها تؤدي إلى جانب قامة مثل سيداتي والأبا متع الله به البلاد والفن تميزت. ديمي كانت مزاياها كثيرة جميع الحالات اللي يتميز بها الإنسان من خلق ومن من 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 التعداد ومن التمانوكت ومن الكرم ومن عزة الأخوت وعزة الأهل. كانت أسطورة في هذا الفن لأنها كانت خالطة زين الحس وخالطة زين أردي. إحنا هذا اللي فنانين ونقنوا فقدنا نسبة كبيرة من 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 قدراتنا إحنا لأن كنا إذا نقنوا معديم يقولوا شيء زين اللي نقنوا حد يعطيها الجنة. ماذا تعرف من حسن الخلق وماذا تعرف من الصدقات السرية والصدقات الجهرية والبروء يلي يرحمها ويرحم أمها منينة برحمته الواسعة. وموريتاني اليوم الصابت بعد اللي قال له الفن وفاء. بالمناسبة أراني راجم عند الله الرحمة والغفران والجنة والرضوان للمرحومة ديمي من سيداتي والأب ومن تمنينة متيد من تخالتي ختم وشقيقتها. والله إلا أني آسف وإنا لله وإنا إليه راجعون ومعزيه الموريتان كاملي وكما علمنا وصيته لأنها سامحة له الموريتاني كاملي وطالب منهم يسمحوا له. مرحمة الزميلة الفنانة الشاعر الفنانة التقية المعلومة ديمي من تابع المطابقة المعلومة الصدوقة الأمينة فنانة موريتاني. أراني مرحمة عليهم ومطالبة من موريتانيين بأسري أنهم يرحموا عليهم. بس من المناسبة الأليمة اخترنا كل موريتاني كاملين والموريتانيات عني معازيهم واخترني السمحو الديمي وتم ولدان اللي اسمع حسها والله تذكرها يرحم عليها أساسا. ونختار في الدليل على قاف مرضية قايلوا أحد الأصدقاء صدمت الأوطان فاجعة ومتم من ذاك الصديمي لأن اللي بانت واجعة فينا وفجاج الديمي الله يرحمها إن شاء الله برحمة الواسع. طالب من موريتاني كامل إنهم يسمحوا الديمي أنا قاعد ما معدريش لحد وقد يسمح لي غير وصيتها من سابقة موت قاعدت نسامح لكم كاملي ونسمحوا لي كاملي.
إبراهيم، شن هي أحسن مرضية سمعتها وذنك عن الفنانة الراحلة؟ أحسن مرضية سمعتها مرضية لشريف هون قال له علي والأحمد والمولاي العباس، معروف بعلي والبوود، واللي زين عندي بالمرضية على أنه قالها بالأدب الشعبي وحولهم الأدب الشعبي للأدب الفصيح. قال بهلة صادات في كبر الشان شاع الدين مشيئة العيان، بهلة صادات في كبر الشان شاع الدين مشيئة العيان، بالصدقة من قوة الإيمان عن وسخ الدنيا في الرفوت، وبالصيت اللي ما تقران ما يعرفها معرفة أخوت، وبالصيت اللي ما تقران ما يعرفها معرفة أخوت، وبالصوت اللي ما قط زيان كيف الصوت وعذب وياقوت، وعاشت مشهورة موريتان بالصدق بالصيت وبالصوت، وماتت ما هو بعد في الأذهان غير اللي عنها فرض تموت. أصل الرحمة وأصل الغفران هي قاع الجنة منعود فيها بالبرور بلدها، وحسن الخلق عنها مثبوت، يسلم والدها ولدها والأمنات والأخوات والأخوات. في هذا المقام الذي بمحمل هالدار شو يقول؟ في هذا المقام نقول زين الخلق وفتذكرته وضيف الهجايم حاسنته وجزيل المال مصدقته والتعدال مع كل إنسان والبرور اللي تاقنته والإيمان والإسلام والإحسان، إذا فرف دي مشاهدته ياسر ثاني ما هو بهتان، هذا من فعل مقدمته بجر وطيه الهي سبحان، وبارك في عيال مخلفته وفبو وخوت كبار عيان، ذاك اللي فيها ذاك اللي فيها ما وقفته، وذاك منين مشات الغفران ذاك لا في ذاك يلي له، والرحمة والرضوان قران يلي له، الغفران تراه ديمي والرحمة والرضوان. خدي، من درى كانت من ذكرى آخر كلمات قالتهم لك المرحومة سابقي وفيها الأجل؟ آخر كلمات قالتهم المرحومة سابقي وفيها الأجل، احنا جايين في الطائرة بليدة، أولا بعد قاع ما هي مفتصلة معي، يا ربي أنا تايبة لك وطايعة لك، ويا ربي أغفر لي شاخصة في السماء وتطلب مولانا لك الرب الحنون قافور الرحيم اللي حاسنها قايست، احنا ما لنا حاسين بها ولا لنا عاطينها له، ومن قلم على عيالها حتى وتسول عنه، تسول عن الطفيل اللي معاها اللي قالها فيروز، وتسول عن التريكة كاملين ما فيهم حد، ما تسول عن قليل وعن الحريطاني، وتسول عن فيروز، وتسول عن الشعب الموريتاني ياك ما خلى عليها حتى، وتطلبوا السماح وانها سامحة وقافرة، وعندي أنا كلمة هون لها نضيفة، أني طالبة من أصدقاء جيمي وأخواتها وأخوتها وهالموريتاني أنهم يعرفوا الشيء لأسرة جيمي اللي خلات، ويعودوا أمات كاملين العيالها اللي خلات، ويعودوا لهم أخوت وأخوات، ويعودوا لهم كيف كانت تعود جيمي لين نمشي احنا عين، كنا مشينا احنا سابقا عن أيام، ويعرفوا لهم الشيء ويعرفوا الشيء لفيروز، بالله يبقى عند هذاك العيال وهي اللي تعود مسؤولة عنه وهي اللي تعود تراغمه. أحمد، مذكر آخر كلمات قالت لك المرحومة سابقا؟ وفيها الأجل قالت من الشي، قالت أساسا لا سؤال عن 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 العائلة عن الأسرة عن 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 الأصدقاء، و و و كيف فتنا قلنا انها امانه ايضا، انها طلبت من الناس الاصدقاء والاخوه كاملين اللي نجبر منهم انه يسمح له انه سامح حاله، هذه كانت امانه وكانت في سلوكها وفنها عاملا للوحده الوطنيه، وديمي رحلت ولكنها بقيت في قلوب الملايين، ذاك الشيء هو اللي احنا خفف علينا مع مولانا هذا العناء، راجين له ان شاء الله الرحمة والغفران ان شاء الله. محمد، تيمي في كلمات لا نقولوا عن موريتانيا عنها زقلت حد عظيم، وعننا لله وإنا إليه راجعون، وعن نختار بعد
بما أن عرفنا عن الدنيا ماشي وعن إلى كانت الشهرة والعزازة في قلوب الناس تفك من الموت تفتك ديمية غير الموت فرض عليك الرقبة واك بعد نختير نقول وشهد المشاهدين أني قلت في حياتي قبل مماتي غير مرغم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد ديمي في كلمات. ديمي كانت أم، ديمي كانت أخت، ديمي كانت مصدر إلهام، الله يرحمها. خدي ديمي في كلمات. ديمي كانت أختي، كانت صديقتي، وكانت هي اللي مبخفي هذاك اللي فيها كامل وثقل علي، ومتأسفة ياسر من التأسف اني وعر علي تترى حد قدنا ندير فيه ذاك اللي ندير في ديمي، وراجع لها من عند الله ياسر من الرحمة والغفران والجنة والرضوان. آمين إن شاء الله. إن شاء الله. إبراهيم ديمي كانت لي في منصب وفوق الخاوة شوي بدرجة فوق الخاوة، أخواتي اللي شكتي كانت أقرب لي بالنسبة لهم، أقرب لي ديمي بالنسبة لهم، وداخل أنا مع ديمي منهم، والشي خانة ذي اللي عندي منهم. ديمي معازة فيها مصيبة، يقول كيف في تلت ربي لا مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، الله يرحمها. وأنا مشاهد لكم أني سامح لها ما في علم الله، أرحمها إن شاء الله أمد بن عائم الجنة. مشاهدي الكرام باسمكم أشكر ضيوفنا لهذه الليلة، وهما السيد إبراهيم الكليب، السيدة خديفال، والسيد أحمد لابة، والسيد محمد الهدار. هكذا مشاهدينا الكرام حاولنا قدر المستطاع الوقوف على المحطات الحافلة في حياة الراحلة ديمي من تابة، فإن كنا قد وفقنا فما توفيقنا إلا بالله العلي القدير، وإن كان هنالك تقصير فعزاؤنا أننا لم ندخر جهدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. إليكم تحياتي وشكرا.